دونك من هذه المنطلقات فلسفة جديدة، تصور جديد، رؤية جديدة، أي نجسدوها جماعيا ونبني مشهد سياسي قولنا فعلا. احنا السيناتور في العاصمة انجون على بالفكرة، هو أول ما يفكم حتى واحد داخل كان يشوف الإعلام، أول وثيقة اللي سلمها كان منضية منتخب تاعنا تاع العاصمة، سيناتور العاصمة السي ساحلين حي بالمناسبة، اللي دار هو أول استمارة ترشح. حنا ولاو يضربوا شكون يدير الورقة الأول، يا ودي ضرب شكون اللي يحب الجزائر، شكون اللي مد الجزائر الأول يا جماعة، خلونا متهريج يضرب شكون اللي يقعد معاه مع فلان، هذا نجي هذا ما نجيش. الجزائر بغنى على هذه المشاكل، على هذا الغوغاء، بحاجة لنتنفس على الأفكار.